أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على عمق العلاقات الأخوية والروابط التاريخية التي عززتها المواقف المصيرية والأهداف المشتركة الواحدة التي تجمع بين البحرين والسعودية بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى وأخيه خادم الحرمين الشريفين حفظهما الله، مشيدا سموه بجهود صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان المتميزة في دعم علاقات التعاون والتنسيق المشترك بين البحرين والسعودية. وقال سموه: إن المملكة العربية السعودية هي البيت الجامع الذي يحتضن الجميع لدورها المحوري والفاعل تجاه قضايا الأمتين العربية والإسلامية بما يسهم في تحقيق أمن واستقرار المنطقة، مؤكدا سموه أن مملكة البحرين تثمن عاليا مواقف الشقيقة الكبرى وأن البلدين الشقيقين جسد واحد إزاء مختلف التحديات، وهو واقع أكدته المواقف التي نحفظها إرثا كنهج رسخه الآباء والأجداد ونتواصل عليها. جاء ذلك خلال زيارة سموه حفظه الله إلى أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان اليوم في مقر إقامته، يرافقه سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وسمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة، حيث رحب سموه بالزيارة الميمونة التي يقوم بها صاحب السمو الملكي ولي عهد المملكة العربية السعودية إلى مملكة البحرين، منوها سموه بأهمية هذه الزيارة ودورها في مواصلة العمل نحو تحقيق العلاقات الثنائية بين الجانبين في مجالات أوسع بما يدعم الرؤية المشتركة بينهما ويلبي التطلعات التي تصب في أهداف التنمية المستدامة لكلا البلدين الشقيقين، مشيدا سموه بتطلعات ورؤى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان الداعمة لتوجهات خادم الحرمين الشريفين في رسم ملامح نهضة جديدة للمملكة الشقيقة وما تتيحه من فرصة لتحقيق التكامل المشترك. وخلال اللقاء الذي حضره معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية وعدد من المسؤولين والوفد المرافق لضيف البلاد الكريم، استعرض سموه مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان جوانب تعزيز علاقات التعاون على جميع الصعد بما يسهم في خلق فرص نوعية واعدة تعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين. من جانبه أعرب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء واهتمام سموه بتنمية وتطوير العلاقات بين المملكتين الشقيقتين، متمنيا للبحرين دوام النماء والازدهار في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه.